تحت شعار تعاون خبرة فرص استثمار وعبور للفائدة، انعقدت أشغال الندوة الأولى لبيتوبي توريزم، مبادرة استقطبت مستثمرين من الجزائر ومن تونس قصد الاستفادة من الخبرة التونسية في هذا القطاع، وتعد الجزائر ضيف شرف فيه على مدار 3 سنوات. هناك لجنة مشتركة في مجال التعاون السياحي لترأسها وزيري السياحة كلا البلدين في نوفمبر 2015، اتفقوا على برنامج عمل لتكثيف التعاون لا سيما في مجال التكوين السياحي ولا سيما تكوين المكونين لتسيير الهيئات السياحية، وهذا الشيء هو اللي احنا نحوسوا عليه من خلال الخبرة التونسية في مجال تسيير الهيئات السياحية. هو لقاء مهم ياسر هذا، ويجسد التوجه الاستراتيجي اللي موجود في ما بين تونس والجزائر، اللي هو احنا كما تعرفوا ثم لجنه مشتركه تخدم على طول ما بين، ثم لجنه مشتركه كبرى على مستوى الحكومات، لكن ثم لجنه مشتركه على مستوى وزارات السياحه بين البلدين، وصارت عدد اجتماعات على مستوى وزراء خاصه في تونس والا في الجزائر. وحضر الندوه عدد من المستثمرين واصحاب وكالات سياحيه ومدارس لتكوين في المجال الفندقي والمطاعم، حيث كانت للوفد الجزائري لقاءات ثنائية مع الجانب التونسي وإمضاء عدة اتفاقيات شراكة. دونك هذه هي الدورة الأولى من البي تو بي سياحة، وهي أول تظاهرة في إفريقيا. Elle gère sous une plateforme de mawa'id munazzama préprogrammée à l'avance. Des plannings de rendez-vous préprogrammés à l'avance. هي تجمع بين تونس والجزائرية، والضيف الأول هو الجزائر. احنا تواجدنا هنا في البي تو بي يعني تاع أول طبعة تاع الأخوان التونسيين، والحمد لله هذه مبادرة مليحة ونشجعوها. كانت يعني فرصة عندنا باش كان عندنا يعني فرص تاع تبادل آراء، يعني حتى التعرف على الخبر، يعني الحمد لله يعني عندها التونسيين تقريبا 25 سنة كانت عندهم قفزة، وهذا واحد ما يقدرش ينكر هذا الجانب هذا. وتعول الجزائر على هذا القطاع الهام في ظل التوجه إلى خلق اقتصاد بديل خارج المحروقات، كما أنها تستعد لإنشاء أكثر من 1000 مشروع سياحي خلال 10 سنوات القادمة.